إن كان عندي نصيحة ولا لي مطول، حاجة بسيطة بس. يا أخواني، كل منا في صدره أمنيات، حتى وحنا جالسين نفكر فيها. فيه من يتمنى الآن المال، وفيه من يتمنى الصحة، وفيه من يتمنى الزوجة الجميلة، وفيه من يتمنى جيب لوكسس في الكامل، وفي من يتمنى أن يصيف الآن في أفريقيا ولا أوروبا، وفي من يتمنى الراحة، وفيه من يتمنى أنه ما يأخذ إبرة السكر، وفيه من يتمنى أنه ينام بدون مسكنات، وفيه من يتمنى أنه يمشي بعافيته وصحته، ما عنده من الدنيا شيء إلا العافية. وكثير من الأمنيات كلنا لو نسجلها في عريضة لن نجد على وجه البسيطة من يعطينا أمنياتنا أبدا، وإن وجدنا من ينفذ لنا بعضها فلن يكون متاح لنا دائما. لابد أن تجد بينك وبينه باب وحاجب ووزير وسكرتير ومنسك، لكن نغفل جميعا ونحن نعلم أن هناك من يعطينا جميع ما نتمنى، ولا ينقص من ملكه شيئا، ولا عنده وزير ولا عنده حاجب ولا عنده منسك ولا عنده شهود ولا سكرتير. ارفع يديك إلى مولاك. من أراد تحقيق أمنياته من الآن، والله يا أخواني أن تتحقق، فليصلح علاقته مع رب السماء والأرض مالك الملك. الله يجعلني وياكم ممن يصلح علاقته مع الله. والله إن علم الله في نيتك حبه وحب رسوله وحب دينه وغيرتك على الدين، كل ما شفت ما يخالف الدين والشرع والسنة تمعر وجهك وأنكرت ذلك ولو بقلبك، سوف يعزك ويجعل لك القبول. حافظوا على دينكم، فإنه أغلى ما عندنا. والله ما عزنا وعز أجدادنا ما كان عندهم في البر ولا حاجة إلا مجموعة المكارم والأخلاق التي كانت موجودة حتى قبل الإسلام، لكن غيرها من حطام الدنيا لم يكن عندهم شيء. ثم رزقهم الله بهذه الدولة، والتي من أهم أسبابها أنه أتى هذا الرجل، أسأل الله أن يعفو عنه ويجزاه عنا كل خير، قولوا أمين. الملك عبد العزيز آل سعود ورجاله، ثم ماذا رفعوا؟ رفعوا، حيوهم، يستاهلون يا أخواني، والله ندعي لهم حتى في صلواتنا وهم ما يعلمون. يوم اجتمعوا يا أخواني، ما اجتمعوا ورفعوا راية مكتوب عليها حنا الفلان ولا القبيلة الفلانية ولا حنا حيلنا وقوتنا ولا حنا صواريخ من السماء ولا حنا، لا 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 لا، رفعوا السلاح يا أخواني العظيم، رفعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو اللي